منذ الصغر تربينا على حب العلم وحفظ ألوانه الذي هو رمز للسيادة الوطنية والشموخ والولاء والانتماء والاعتزاز، ودليل على استقلال ووحدة البلاد ومكانه يبقى عاليا في السماء. ومن هذا المنطلق هرع شباب محافظة بابل لتزيين شوارع المحافظة به وإزالة غيره من أعلام الأحزاب والميليشيات التي شوهت منظر شوارع المحافظة بحسب القائمين على المبادرة. نزلنا وجردنا كافة أعلام الحزبية ورفعنا علم العراق وهو يرفرف عالي براية الله أكبر. خلال هاي مدة 16 سنة بسبب الأحزاب الفاشلة نزلوا العلم العراقي ورفعت أعلامهم الطائفية المميتة الفاسدة الفجرة، وإن شاء الله تظاهراتنا مستمرين وحدة كافة الشعب العراقي وإن شاء الله مستمرين. مواطنون المحافظة قالوا أن الحملة التي نفذها الشباب تعبر عن وعيهم ووطنيتهم. الجيل هذا الصاعد هو اللي قدر يسوي انتقالة، مرحلة انتقالية انفجارية في سبيل تطوير العراق. اولا ابسط الامور هي تنظيف البلد من يعني النفايات، من امور حياتيه بسيطه جدا، رسومات على الحيطان على المدارس، يعني شغلات ما تستوجب ميزانيه قويه ولا هاي. منهم من دافعهم هم الشباب هذا الواعي من نجيوبهم الخاصه ومن بعض الناس الاشراف. مبادره كلش جميله ومبادره حلوه وتدل على اللحمه الوطنيه وعلى لحمه الشباب، وتدل على انه طائفيه ماكو، لان الكل تحت هذا العلم العراقي، الكل متفق انه هذا العلم العراقي يمثل كل طوائف الشعب، يمثل السني ويمثل الشيعي ويمثل التركماني ويمثل الصابئي، الكل هو رمزهم هذا العلم. ويحاول الشباب بمبادرتهم هذه تعزيز قيم المواطنة والانتماء في نفوس الجميع، فللعلم قدسية تنبعث من قدسية الوطن لأنه رمز له، كما أنه يعكس انتماء الجميع وترابطهم تحت شعار واحد.